كبير. على كل حال، فالتطور احنا عشان ننتقده يا اخواني لازم نفهم منطقه كيف يشتغل في الاول. لذلك انا كنت حريص بصراحه وطولت انا طبعا، وقلت للاخوه انا ممكن سلسله التطور الاولى هذه بدل ما اعملها في 25 حلقه، اكيد هتاخذ 25 حلقه على الاقل يعني عشان اشرح ما هو التطور علميا كما هو. بعد ان اتم 25 حلقه انا مستعد ان الخص كل الخلق في حلقه واحده من ساعه ونصف. اي واحد بكون سمع ال 25 حلقه سيفهم الحلقه هذه بشكل جيد ومكثف، يفهم تماما ويقدر يناقش ويناظر. بس ما سمع ال 25 حلقه لن يفهمها، يفكر حاله فهمها لن يفهمها. نظريه التطور على فكره على بساطتها وجمالها من اكثر نظريات تتعرض لسوء الفهم. وبتشوف انت اعتراضات، انا شخصيا واجهت الاعتراض قبل سنوات، الان يعني ايش خجلان من نفسي لما بسمع كيف اعتراضت ما كنتش فاهمها. لا لكن الموضوع عندي تماما، مع اني عندي علاقه معها وانا صغير النظريه هذه، يعني قراتها ولخصتها. بس بدك باستمرار تتابع وتقرا باستمرار، وخاصه اذا ما قلت لك احدث النسخ منها، وتقرا لاقوى من دافع عنها عشان تفهم بالضبط ايش هي. اذا بعدين عندك نقد علمي تسدده لها، زي ما قلت لك يعني نقد علمي من الصعب جدا ان تفعل هذا. لا انا ولا المساله مش بالذكاء ومش بالفلسفه ومش بقوه الخيال، تجارب علميه يا اخي وابحاث، زي ما قلت لك ناس متخصصين على اعلى مستوى في العالم عباقره ليسوا. يعني ايش بتقول لك؟ يعني انا عندي كتاب مثلا فقط بتحدث عن السكلز، هذه الجماجم تاعت ايه؟ اشباه البشر واسلاف البشر. كتاب في 500 صفحه في منتهى التعقيد. يعني لما اول بديت اقرا فيه ايش بتقول لك؟ يعني خجلت من نفسي اقسم بالله. شيء في منتهى التعقيد، دراسات متخصصه بشكل مرهق يا اخي، مرهق مرهق. مش شيء عادي بالمره يعني. ويجي واحد عادي درست مش عارف ايه ويقول لك لا تطور كذا. صح ما نقدرش عليه. اذا بدك تسدد النقد انا بقول لك حتى موضوع الاي دي هذا اللي هو الانتجنت ديزاين، هذا التصميم الذكي، مسخره طلع مسخره. وعشان هيك لا يحظى، لا يحظى باي جماهيريه بين العلماء الناس الرافعين لواء الاي دي هذول، وفعلا كلهم عندهم خلفيات لاهوتيه متدينين متعصبين هم دينيا وعامل هم علماء اكيد يعني علماء مساكين، بس عندهم اخطاء فظيعه. وانتم حتشوف لما اجيب النقد، انا عجيب النقد والرد على النقد كمان من باب الإنصاف العلمي. يعني أشهر كتاب يعني يعرض للأيدي هو كتاب مايكل بيهي، تقريبا كان يعني مؤسس للشيء هذا اللي هو صندوق دارون الأسود. وطبعا في عنده مثال ذكره أصبح أيقونة، كل اللي بتحدثوا عن التصميم الذكي حتى في العالم الإسلامي يذكرون إيش هذا المثال اللي هو صوت البكتيريا. هذا صوت البكتيريا وأنه غير قابل للاختزال. تعرف فضيحة وين؟ فضيحة حقيقية، فضيحة حقيقية. ولما وجه بها مايكل باهي به لم يجد ما يتكلم، نزل راسه سكت. ايش رايك؟ ولا قدر يتكلم كلمة. قالوا انت بروفيسور بيهي هذا المثال عن هذا الصوت البكتيري انت ابتدعت جبته يعني، ولا انت اقتبسته؟ ولا اقتبسته. فمن مين؟ قال من البروفيسور الفلاني. قال جميل، نسأل البروفيسور الفلاني عالم كبير هذا التخصص وعنده كتبه المدرسية الجامعية. اجوا سألوه، طبعا واضح انه قال يعني ايش؟ لم يفهم ما ذكرت، وأول كلامي بشكل غير أنا ذكرت في كتابي، قال نفس الكتاب ذكرت أنه هذا التصميم إنجاز أن يسمى تصميما يعني قابل للاختزال، وذكرت المثال الآخر وجاب. شيء مزعج جدا 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 ومخجل. فلما تتيجي تأخذ الشغلات منقوصة وتعتبر مرجعيتك مايكل بيهي أو ويليام ديمسكي أو الجماعة هذول وتثق بهم ثقة مطلقة، تنتهي إلى فضيحة في الأخير. لما طبعا طبعا لا مش حديث 2000 وش اسمه هذا 2005 هذا في سبتمبر 2005 مش حديث كثير يعني تخيل بعدين ايه في اشياء كثيره ذكرها في كتاب الرجل، او ذكر ان العلم لم يثبت هذا والعلم لم يثبت هذا. قيل له جابوا العلماء طبعا علماء تطوريين عاد، طيب بروفيسور بيهي هل قرات هذا الكتاب؟ كتب جامعيه كلها مدرسيه. قال لا. قالوا هذا كتاب كامل يتحدث في فصل عن الشيء اللي انت قلت انه لم يثبته، ثبت. تفضل هيا. هل قرات هذا الكتاب؟ كتاب ثاني. قال لا. قال نفس الشيء حطه. تعرف ايش عملوا فيه؟ بالعمدن يعني. هو قاعد قدام القاضي اخفوه عن القاضي. حطوا له ثلاث اكوام كتب كلها جامعيه متخصصه لم يعرفها ولم يقرا عنها شيئا. قالوا انت ما شاء الله بروفيسور هو مشهور يعني في الولايات المتحده. انت تزعم ان العلم لن يفعل وكل هؤلاء فعلوا. عشان هيك زي ما قلت لك يعني اياك تعرف احنا المسلمين ليش بالذات نتقبل هذا الشيء؟ احنا تربينا على واحنا صغار على عقليه انه في مؤامره، العالم كله تقوده مؤامره. هكذا هكذا
خاصة العالم الغربي هذا، في مؤامرة، في مؤامرة لتمرير الداروينية، وهذا منطق هارون يحيى، أنه في مؤامرة، مؤامرة لتكفير العالم. هل تظن أنت أنه مئات ألوف العلماء ويهود ونصارى وهندوس وبوذيين ولا دينيين ولا أحد وسوفييت وكذا، هذول كلهم في مؤامرة حقيقية تنظمهم يعني، وحطهم في خط معين، مئات الألوف حول العالم في كل التخصصات الحيوية، هذول يخضعون لمؤامرة وبيخدموها فعلا ومدفوع لهم. إيه العبط هذا؟ هذا عبط وهبل، كلام فارغ. أنا أقول لك معظم العلماء، طبعا مش كلهم، معظمهم عندهم نزاهة غير عادية وإخلاص غير طبيعي لعلومهم. أنت سوف ترى في الحلقة المقبلة أو اللي بعديها أنا سوف أعرض لكم تجربة لينسكي على البكتيريا وكيف يؤكد التطور في البكتيريا بشكل يضرب الأيدي في الصميم، في الصميم اللي أنت بتعتبره مستحيل إحصائيا، حدث صدفيا هتشوفه. بس تجربة كلفت لينسكي وفريقه 20 سنة من العمل. إيش رأيك؟ تخيل 20 سنة بيشتغلوا على تجربة واحدة. بعدين جماعة أنت تيجي تقول لك تشطب جرس قلم على شيء لم تفهمه، لم تقرأه، ولا أنت حتى فاهم حدوده. لا هم زي ما قلت لك ناذرين نفسهم للعلم والحقيقة وحابين يفهموا هم. أنا أقول لك لو ثبت لديهم بيقين بالأدلة العلمية مثلا، لو افترضنا بعد إيه الجينوم هذا مثلا وقراءته ثبت إنه لا، حيقولوا لا سوري أباوي ذات كنا متأسفين، إحنا متأسفين جدا، كنا مخطئين، كنا غلطين. أنا قبل أيام أقرأ لعالم من أكبر علماء الخلية في العالم هارولد فرانكلين هارولد، كتاب اسمه إيه ذا وي أوف ذا سيل، طريق الخلية أو سبيل الخلية، كتاب عظيم. شو التواضع العلمي من كبار العلماء على مستوى العالم هارولد هذا، إيش يقول؟ يقول أنا بقيت 20 سنة أعارض هذه الآلية، وأنا الآن آسف جدا لأن اكتشفت أنني كنت غالطا. تخيل رجل حجة في علمه يقول لك أنا 20 سنة كنت في الضلال ما كنتش فاهم، الحين فهمت، أنا متأسف، أنا راجع. في نزاهة حقيقية، وإحنا الواحد رأسه 60 سيف ما بتراجع في شيء لم يفهمه ولم يدرسه ومخذ لي موقف قال بده. شوف أنت بتعرف إيش المؤسي هنا؟ هذه المواقف وهذه الأشياء عندنا في عالمنا الإسلامي طبعا لا ينتظرها أحد منا ولا ينظر فيها، ولا العلم بتوقف على فكرة. ما في عالم في العالم وقف أبحاثه وقناعاته عشان نشوف إيش رأي والله الإيه المسلمين في العالم الإسلامي، أبدا لا يفعلون هذا. تعرف ما الذي يحصل؟ فقط نحن نفوت على أنفسنا مزيداً من الفرص أن نلتحق بالركب. إيش رأيك؟ والتطور على فكرة لما تتعمق فيه أنت مش مجرد نظرية تفسر لك الأحياء وشو الأحياء، لا يا أخي، داخل في علوم لا أول لها من آخر، ومبنية عليها تجارب وأدوية وصيدلة وكشوفات وأبحاث وأشياء تفيد الإنسان نفسه بالهبل. فكروا نظرية هيك يعني.